حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، الحين وصلنا وياكم إلى فقرة مستقبل قطر، واللي بيقدمها لنا اليوم نديبنا حمد الفياض من فندق النجادة، وبيكون موضوعها أيضا مشروع مشيرب قلب الدوحة. الكلمة عندك يا حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في فقرة جديدة من فقراتنا مستقبل قطر اللي نقدم لكم إياها أسبوعيا. اليوم بيكون معانا مشروع مشيرب قلب الدوحة. هذا المشروع لا يعد أول مشروع يساعد في التنمية المستدامة على مستوى العالم. نتكلم أكثر عن هذا المشروع. يسعدني أن أستضيف السيد عبد الله بن حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية. مساك الله بالخير سيد عبد الله. الله يحييك يا أخوي حمد، شرفنا على شاشة الرياض. الله يحييك، يا مرحبا، أنا اللي متشرف بوجودي معاكم، الله يسلمك. جزاك الله بخير. الله يحييك. مشاهدينا، قبل ما نبدأ حوارنا مع السيد عبد الله، خلونا نشوف هذا التقرير عن مشروع مشيرب ونرجع ونسمع شعلوا مشروع مشيرب وإلى الآن وين وصل. يتواصل العمل آناء الليل وأطراف النهار في مشروع مشيرب قلب الدوحة ليخرج إلى النور في موعده المحدد، ومن يزور المشروع بين الفينة والأخرى يدرك حجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع. فقبل عام واحد من الآن كان هذا هو الحال في المشروع. اليوم وصلت مراحل الإنجاز بالمشروع إلى مرحلة متقدمة، وبدأت بعض أجزاء المشروع تكتمل ملامحها مثل ملحق الديوان الأميري والإرشيف الوطني. يتواصل العمل بالمشروع دون كلل أو ملل لإتمام إنجازه، ليصبح بتلك الصورة في الغد القريب مشروعاً يضع كافة وسائل الراحة والرفاهية في متناول يد ساكنيه، في مزيج يثري الحياة اليومية، ويجعل من مشروع مشيرب قلب الدوحة مشروعاً حضارياً راقي تكون الحياة به نموذجاً يحتذى به للعالم أجمع. رجعنا لكم مشاهدينا مع هذا المشروع، مشروع الذي يخدم رؤية 2030 ويهدف إلى التنمية المستدامة. رجعنا لكم مع ضيفنا المهندس عبد الله بن حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشروع مشيرب العقارية. بمايد بداية، احنا التقينا تقريبا من 6 شهور 7 شهور في نفس المكان، وكنا مشتين، وكانت المباني اللي ورانا للحين ما طلع منها شيء. الآن ما شاء الله، يعني احنا وصلنا يمكن للدور السابع، ومشاهدينا اكيد فخورين معانا بهذا الصرح. تكلمنا عن التطورات اللي حصلت في هذه المرحلة ووين وصلنا. الله يحييك يا حمد. مثل ما تذكر، المشروع كان ذيك الفترة كان كل شغلنا تحت الأرض، كنا نبني المواقف اللي كانت تتراوح ما بين 6 أدوار إلى 4 أدوار تحت الأرض، 11,000 موقف سيارات تحت الأرض. صحيح. فالحين طلعنا وخلصنا البنية التحتية، الحين طلعنا وراح العالم تشوف التطور في المشروع، بدأت تكون باينة أكثر والسرعة أكثر، لأنه صار المجال للمقاول أنه يشتغل ويبدأ يبني صار أسهل، وصار الوصول لموقع العمل أسهل. ومايد، أنا أذكر أن كنت أقول لك العالم كانت تنقد مشروع مشيرب وصار لسنين وليحين ما طلع شيء فوق الأرض، إلا قلت لي حمد هذه البنية التحتية. إحنا ودنا نوضح لمشاهدينا إيش المشاكل اللي يعانونها أصحاب المشاريع أو التطوير بالذات في المناطق وسط الدول أو وسط المدن، من خلال أن المساحات، الدخول، الخروج. والله يا حمد، يعني مشروع مثل مشارب، إعادة إحياء لقلب مدينة حية ونابضة وما شاء الله التطور فيها كثير، تواجه بعض الصعوبات اللوجستية، يعني دخول المواد وخروجها، السيارات الكبيرة، العمال بالسيارات الكبيرة، هذه الباصات الكبيرة تروح وتجي. فواحدة من الأشياء اللي احنا عملناها على أساس نتغلب على هالمشكلة هذه، أن يكون عندنا
محطة لخلط الكونكريت في الموقع. حلو. هذه توفر علينا المشاوير في السيارات الكبيرة بالإسمنت مليانة الكونكريت رايحة وجاية على شوارع الدولة، تزاحم الناس في الشارع، هذه كلها مش موجودة. هل الأثر السلبي خلنا نقول لأي مشروع مش موجودة في مشروع مشارب بالذات؟ حلو. طيب احنا ودنا نقول حق مشاهدينا ايش الاجزاء اللي تم الاكتمال منها بالكامل. احنا ما شاء الله نشوف الحين بعض المباني اوريدي منوره، ومنوره شارع الريان لله الحمد والمنه. الحين احنا الثلاث مشاريع الاولى اللي اساسا انحطت على ما يسمى الخطه السريعه استكملت، يعني باقي فيها اشياء بسيطه. احنا نتكلم على مبنى للديوان الاميري، ومبنى للحرس الاميري، ومبنى للارشيف الوطني. الشغل الاساسي خلص، احنا في مرحله التستنج اللي هو يعني المراحل الاخيره لتسليم استلام المشروع من المقاول، بالاضافه الى مصلى العيد خالص ان شاء الله. يعني باقي عليه بعد يعني مثل ما قلت لك بعض الاشياء البسيطه، مداخل المخارج المواقف، هالامور هذه على اساس نضمن ان الجزئيه او الجزء من المشروع هذا قابل انه يكون شغال بطريقة صحيحة وسليمة وسيف وآمنة حق الناس إنه يجون يوقفون سياراتهم ويستخدمون المبنى. صحيح. فهذا يعني المبنى كمبنى خالص، البنية التحتية أو الخدمات اللي حواليه إحنا قاعدين نشتغل نخلصها، بالإضافة إلى المتاحف اللي عندنا إحنا الحين الأربع متاحف، المباني القديمة اللي موجودة في مشارب واللي راح تحول إلى متاحف. إحنا الحين في التشطيبات النهائية وتركيب الأجهزة اللي محتاجينها أساس نشغل المتاحف. جميل. طيب سيد عبد الله، الآن أعتقد الكل يتساءل متى بتبدأ الخطة التسويقية لتسويق المحلات وتسويق الشقق السكنية والمكاتب؟ التسويق إحنا الحين بدينا يمكن في لقاء سابق مع أخو حمد أعلننا عن الرقم اللي ممكن أي واحد يتصل لتسجيل اهتماماته في المشروع. يعني حد يبغي محل، حد يبغي سكن، حد يبغي مساحة لمكتب، يتصل علينا على رقمنا 800 دوحة، أو يتواصل معنا بالإيميل، وموقع مشارب فيه كل المعلومات للتواصل مع الشباب في المبيعات عندنا. سجل اهتماماته الحين. احنا نتوقع ان في 2015 او قبل 2015 راح نبدا نتواصل مع الناس ونقول لحمد مثلا، حمد المساحه اللي انت مهتم فيها الحين متوفره، تعال نتناقش معك في التفاصيل، وبعدها يكون في توقيع عقود وما شابه. جميل. سيد عبد الله، احنا دائما نقول مباني خضراء حفاظ على البيئه. في ناس فاهمه ان المباني الخضراء لها مواصفات معينه. انا بحثت وعرفت ان الموضوع مش بس المباني، لا القصه طويله. لا. فاحنا ودنا تعطينا نبذه بسيطه بما انك يعني المهندس والمسؤول عن هذا المشروع، تعطينا نبذه بسيطه عن ايش معنات المباني الخضراء وشلون بتحاولون انتم تستمرون للحفاظ على البيئه اثناء استكمال هذه المباني. اعتقد احنا حققنا هدف من الاهداف اللي احنا ننشدها، ان حمد يروح يبحث ايش معنى مباني خضراء، وهذا من ان احنا نحط الستاندرد الجديد ونساعد الناس انهم يتفهمون الى اي جهه لازم يكون التطوير في مبانينا الجديده. طبعا مبنى اخضر او مباني خضراء يبدا من اول ما نفكر في المشروع، شلون بينبني، وش المواد، شلون بتجي استهلاك الطاقه، الانبعاثات من ثاني اكسيد الكربون وغيره من المواد الضاره، من في مرحله النقل، التخزين شلون يكون، زايد المبنى نفسه شلون المبنى ممكن يكون موفر للطاقة، يعني هل في عوازل كفاية، هل في استهلاك مبرمج صح بالنسبة للماء. صحيح. للكهرباء، وخاصة خصوصا عندنا احنا الماء من الأشياء المهمة جدا والحفاظ. أكيد. على الماء. أكيد. فكل هالأشياء هذه تنحط وتجمع مع بعض لي، يعني كل مبنى ياخذ نقاط معينة وبناء على ستاندرد اللي احنا اتبعناه اللي هو الليد. عندنا 100 مبنى اللي موجودين كلها راح تكون ليد سيرتيفايد، واقل واحد راح يكون ليد سيرتيفايد المقياس الذهبي،
وبعدها راح تحصل المقياس البلاتيني ان شاء الله. جميل جميل. طبعا انا احب انوه لمشاهدينا ان احنا من خلال برنامج ترحيب بيكون عندنا فقره عن المباني الخضراء وبنتكلم عنها بالتفصيل، لان هذه توجه الدوله الان، وهي يعني جزء لا يتجزأ من رؤية 2030. سيد عبد الله، متى تتوقعون تسليم أول وحدة سكنية؟ إحنا الهدف مالنا إنه يكون فيه قاطنين وناس تستخدم المشروع في 2016 إن شاء الله. ولا زال الجدول مثل ما إحنا حاطينه بالخطة، إن إن شاء الله نقدر نحقق هالهدف. أو صراحة على هذا الإنجاز أنا متوقع إنه يكون قبل. إن الله أراد، يعني إحنا ما في شك كلنا نتمنى هالشيء، بس يعني بعد الواحد يكون واقعي. ما في مشروع ما يواجه مشاكل. احنا نحط الجدول الزمني بناء على توقعات وبناء على خبرات الفريق، ان راح تواجهك مشاكل معينه، خصوصا قطر راح تدخل في طفره عمرانيه كبيره. المواد الخبرات راح تكون صحيحه، وراح يكون تحدي كبير ان قطر كدوله تقدر تعمل كنترول وتتحكم في المواد من وين جايه وشلون جايه، وان يكون في مواد كافيه تساعد هالزخم اللي راح يكون في بناء مشاريع دوله قطر ان شاء الله. صحيح صحيح. مشاهدينا الكرام، احنا مستكملين حوارنا مع السيد عبد الله بن حسن المحشادي، ولكن شوفوا معانا هذا التقرير عن مشارب قلب الدوحه ونرجع لكم ان شاء الله. عندما بدأ التفكير في مشروع مشارب قلب الدوحة، كان العزم على إنشاء مشروع تتكلم أرضه وحجارته ومبانيه وشوارعه وطرقاته لغة وثقافة قطرية. لذا ابتكرت شركة مشارب العقارية القائمة على تنفيذ المشروع لتحقيق هذا الهدف لغة معمارية جديدة تتجاوز جمال الشكل، لتتعمق في التكوين الثقافي وتحيي التراث باستخدام تقنيات مبتكرة ونمط تفكير عصري. تلك اللغة تم إطلاقها على الأحياء الخمسة الجاري إنشاؤها بالمشروع، وهي حي الديوان الأميري بما يميزه من طابع رزين ووقور، وحي المعبر التجاري، وحي الأسواق، اللذان يتميزان بأجوائهما النابضة بالحياة والنشاط، والحي السكني ومتعدد الاستخدامات، والحي التراثي بما يميزهما من استلهام أجواء الماضي في قالب عصري. يبدأ العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع على مساحة 31 هكتار وبتكلفة تبلغ حوالي 20 مليار ريال قطري، كأول مشروع مستدام لتطوير وسط المدينة على مستوى العالم. وعاما بعد عام تزايدت معدلات الإنجاز بالمشروع، وبدأت بعض أجزاء المشروع تخرج للنور بشكل متكامل، وأخذت اللغة المعمارية الجديدة تكتب سيمفونية معمارية حضارية تروي قصة قطر وتجسد رؤية القيادة الحكيمة وتطلعات شعبها، ويتماشى في المضمون والأهداف مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق الاستدامة الشاملة. رجعنا لكم مشاهدينا مع المهندس عبد الله بن حسن المحشادي رئيس التنفيذي لمشروع مشارب. بمايد، مشاهدينا شافوا معنا هذا التقرير، شلون هذا المشروع في رايك يحافظ على تراثنا القطري ويحاول انه يضيفه مثل ما تفضلت اربع متاحف بتكون موجوده داخل هذا المشروع؟ المشروع حمد اذا بتسمح لي، مو بس المتاحف، المشروع اساسا الطابع المعماري للمشروع، زائد الطريقة اللي تم تنظيم المباني داخل قطعة الأرض المتاحة. صحيح. للمشروع تتبع نفس المناهج والأسس اللي أجدادنا بنوا فيها بيوتهم القديمة، يعني السكك شلون شكلها، الظلال شلون، يعني المباني والمواقع
مالت كل مبنى بالنسبة للآخر تعنى دائما بأن يكون دائما في ظل ودائما في هواء، يعني التيار الهواء ماشي. صحيح. زايد اللغة المعمارية اللي استخدمت، احنا ما نتكلم على شيء خارج عن الثقافة والنهج القطري. كل المباني أساسا يعني تصممت برؤية قطرية، ما جبنا شيء دخيل على التراث القطري، بالإضافة إلى أن نخدم التراث بالمتاحف، نخدم التراث بالمركز الثقافي اللي راح يكون في مشارب، وإن شاء الله بيكون واحد من المراكز الثقافية اللي راح تكون نشطة، لأن يعني موقعه داخل المشروع ينعد في قلب المشروع بالقرب. صحيح. من البراحة اللي تكلمنا عنها بالسابق، اللي هي أكبر مكان مفتوح ومكيف في نفس الوقت. صادق صادق. طيب سيد عبد الله، ودنا نعرف شلون هذا المشروع يدعم التنمية المستدامة وتنوع الاقتصاد. طبعا الدولة يعني صار فيه دراسة وصار فيه رؤية أن يكون فيه تعدد للمداخل للدولة، ويعني ما راح يظل أو يكون متاح أنك دائما تعتمد على قطاع الغاز والبترول. وهالمشروع هذا من المشاريع اللي نشوف أنها راح تسهم في الإثراء الاقتصادي للدولة، وأكيد أنها راح تراوي الناس أن شلون مشروع في رؤية في تحدي للحدود اللي احنا متعودين عليها في البنيان، مباني خضراء، خدمات تحت الأرض كلها بدون حفريات، كلها في ممرات تحت الأرض، كل هالأشياء هذه يعني تعطي المعايير الجديدة اللي نتوقع ونتمنى أن الناس تبدأ تحذو حذو مشارب، ومشارب كمدرسة مفتوحة للكل أن يتعلم منها. جميل جميل. في نهاية لقائنا سيد عبد الله، ودك تقول كلمة لمشاهدينا؟ أنا بس أبي أذكر الجمهور والكل أن المشروع هذا ما هو مشروع مشارب، هذا مشروع لدولة قطر، وكل واحد في دولة قطر أنا أشوف أنه جزء من المشروع ويتحمل معاي مسؤولية المشروع. بيض الله وجهك. حياكم، اللي عنده أي اقتراح حاب أنه يساهم معنا الفكرة مرحبا وسهلا، احنا كلنا أذان صارية. بيض الله وجهك وشرفنا على شاشة الريان. شاكر لك يا حمد. مشاهدينا الكرام، نحب نشكر السيد عبد الله بن حسن المحشادي رئيس التنفيذي لمشروع مشارب. طبعا هذا المشروع قلب الدوحة، وهو قلب الدوحة هو عنصر أساسي للتنمية المستدامة اللي يعتمد عليها ركائز رؤيتنا العزيزة قطر 2030. هذا كانت فقرتنا اليوم مستقبل قطر، والآن أرجع لإخواني في الاستديو. شكرا ليعطيك العافية حمد، نديب قناة الريان حمد الفياض، كنت معنا من فندق النجادة في سوق واقف المطل على مشروع مشارب، والشكر أيضا موصول للمهندس عبد الله بن حسن المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشارب العقارية، اللي وضعتونا خلينا نقول في آخر صورة من التطورات اللي وصلها هذا المشروع المعماري الضخم، اللي صراحة يعتبر من المشاريع التنموية الكبيرة في قطر. يمكن أنا صراحة معجب بمثل هذا المشروع، ما شاء الله لأنه يعتبر مفخرة، يعني هو مفخرة للجميع، وأيضا هو راح يأخذنا من نقلة نوعية. ولو تلاحظ ناصر، دائما إحنا نحافظ الحمد لله رب العالمين على الطابع التراثي القطري، إنه دائما يكون موجود، الاستدامة موجودة والتطور موجود، والحفاظ على الهوية القطرية هذا من أفضل الأشياء اللي أنا أشوفها واللي أنا فخور فيها. نعم. يمكن وضح نقطة المهندس. صحيح. عبد الله، بأن هذا المشروع مشروع الكل، اللي عنده يعني أي اقتراحات أو حاجة، فبالعكس الرجال يعني الجماعة في مشارب العقارية فاتحين أبوابهم لكل اقتراحات ولكل من يساهم في مثل خدمة بلادنا. بالعكس، بيض الله وجيهكم، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد هذا الفاصل راح نتابع. البرنامج الأولمبي المدرسي الجديد بنسخته الجديدة، تابعونا.